بحث النائب الأول لمحافظة صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب مع مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم أجبوري خلال زيارته لمبنى مديرية الصحة الإجراءات الاحترازية والتوعوية لمواجهة فيروس كورونا. أوضح مدير عام دائرة الصحة إن المديرية تعمل على توفير الخدمات الصحية للراقدين والمصابين بكورونا حسب توجيهات وزارة الصحة والبيئة والبروتوكولات المتبعة والمقررة من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى القيام بجولة ميدانية في ردهات العزل والحجر خلال الأيام الماضية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أشاد النائب الأول للمحافظ بجهود وتضحية الكبيرة التي تقدمها الملاكات الطبية والصحية من الجيش الأبيض للتصدي لفيروس كورونا وحماية المواطنين من مخاطره.